بسم الله. الواحد بيقعد قدام الكمبيوتر ساعات طويلة، ففي برنامج اسمه اف دوت لكس. البرنامج ده بيعمل ايه؟ البرنامج ده بيظبط الأشعة اللي خارجة من الشاشة بحيث تبقى مناسبة للوقت، الصبح بالليل، الدولة اللي انت قاعد فيها، بحيث انها تبقى تريح العين وما تأذيهاش. تمام. البرنامج اهو مجرد ان انت بتعمله داونلود وتسطبه، فبيبدأ يظبط الأشعة اللي خارجة من الشاشة بحيث انها تكون مناسبة للعين، بواخد في اعتباره برضه اللوكيشن. يعني لو نقلت مكان تاني بتديله لوكيشن جديد. تقدر برضه لو انت شايف ان في الوان مثلا عايزها تتفتح مثلا عشان تبقى شايف حاجات خاصة وقت النوم، مثلا عايز تبدأ تخلي اللون اغمق افتح زي ما تحب.